السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتبويو على واحد المسألة اللي هي عدد ديال الحرفيين أو العشاق ما كينتابهوش ليها، وهي بعد نوبات الإنسان كيلقى راسو يعني كيشرب الماء يعني دايز على الصداع. يعني كاين دي بياس اللي كيتصداو في الماكينة والإنسان ما عارفش، وكيبقى يعني كيستعمل، وربما مع القبائل الكحولية وكذا وكذا ما تيبانش داك الصداع، وراه كاين صداع فعلا. الإخوان أنا خصنا نعرفوا واحد المسألة ديال أن الشركات يعني كيستعملوا الإينوكس وكيستعملوا أسي إينوكسي دابل. إينوكس ما كيتصداش، ولكن لاسي إينوكسي دابل هو الحديد كيكون بولي في واحد الدرجة عالية، يعني في ديال البوليساج أو البونساج، ألور كيولي بحال إلا قلتي إينوكس، ويعني وكيضربوه بواحد البرودوي من الفوق. يعني الشركات ركزوا يا إخوان، راه كنعطيو دي نوتاسيون اللي لو مار هادشي هذا راه هام للناس اللي عندهم المقاهي، وهام للعشاق اللي يعني اللي كيبغيو القهوة. الشركات راهم عملوا لك واحد البرودوي اللي غادي تضرب به ميم با واحد سينكون سيزون، يعني سيزون ورميها غتصدى لك، لان كيضربوا واحد البرودوي، هذاك البرودوي كيمشي فوق الانو اسي انوكسي دابل، كيضرب داك البرودوي واحد المده ديال 5 سنين، من عامين 3 سنين 4 سنين صافي كتصدى كتلوح نتايا. اذا الاخوان الى عاودنا حنا ضربنا هذا البرودوي هذا، هذيك البياسه ربما ضرب لنا 10 سنين مثلا، يعني في هذه النقطه هذه اللي بغيت ندوي على الاخوان هو ان هذا لاسي انوكسي دابل بحال دابا مثلا هادو دي يعني دي دوشيت الى خدينا الهنده، فوالا هي كتشد في الهنده، كتلاحظوا مزيان هذا بهذه الدوشيطه، ها هي حديده كيدوز عليها الماء ما كتصداش، ولكن ابري واحد المده راه كتصدى، يعني صافي داك البرودوي اللي كيكونوا معاملين عليه الشركات يعني كيمشي لها صافي كتصدى لوحه، سيرتو ملي كتبقى واحد المده يعني واقفه ما كتستعملش. اللي بغينا نزيدو ناكدوا عليها الاخوان هو ان بعض الحرفيين يعني كيشد هذه كيضربها بديك الشيته، والاخوان ركزوا مزيان، راه الا ضربنا هذه حكيناها راه غتصدى مباشر، يعني كنعريو على الحديد كيضربوها بالشيته باش كتولي جديده، وكيلصقوها فوالا، وكتخدم بين واحد 3 شهور 4 شهور كتصدى من الداخل كامله. نوضو الى عندكم شي ماكينه، نوضو تراقبوا شوفوا واش كاين الصدى في هاد لي دوشيط او لا. لا مزيان، حنا هاد الدوشيط حنا تناقشنا عليه. كل واحد اخوان كل واحد عنده ماكينه ينوض دير هنده ويلصقها في الماكينه، سواء الشبكه ديال الباك ديال الماء، سواء الوجه سواء الجناب، يعني ضروري راه غتلقى حديد، هذاك حديد محكوك اينوكسيدابل كيديروا له هذه الماده. هذه الماده ربما راه قربت تسال، نوض غادي تدي هذه الماده اللي هي واحد الباط كتكون زرقاء خضراء، راه كتكون عند صحاب الاينوكس، كدير 30 درهم تدير ديك الباط، غادي تشد ديك الباط، غادي تيما تدي داك الماكينه عند مول اينوكس تقول له الله يعطيك الخير دروز لي هاد الوجيه، الا لقيتي الوجه يعني كيشد بحال هكايا، يعني كيشد في الهنده، غادي تدي ديك الماكينه، وربما هذيك الباط راها قربت تقضى لك، يعني الا كان الماء ان فوا كضرب الماء في الوجه وكيبقى شاد فالباط راه ما بقاتش، ممكن غير ميديتين غادي ترد لك غادي تصدي لك الوجه ديال هاد. وهاد الاشكاليه راه غتلقاها في لي هوت ديال لي كويزين، غتلقاوها في الثلاجات، غتلقاوها في سميتو في دوك الترابات ديال الاينوكس، راهم كيتصداو حتى هما، حيت باسكو هاد البات ما فيهمش، ان فوا كان الماء ما تتنشفش، كي فيس الاخوان، الا شديناه ودوزناه في هاد الباط وحكينا وتبولا وتنقى، ما غاديش باقي الماء يشد فيه واحد المده ديال عامين او 3 سنين، هذا فيس، ولا مشالو داك الباط راه كيتصدى اخوان. هاد الباط راه موجوده عند صحاب الاينوكس، كدي زرقاء ولا هذا، كدير 30 درهم الطرف، جيبها كاع انت ودوزها في واحد كلينيكس بحال هكا، وحك بها حك بها حك بها حك بها صافي، اون فوا منين غتحك وغادي تعاود بوليساج، يعني غتحكها تولي جديده. الوقيته اللي غتبقى دير الماء والماء ما كيتجمعش فوق داك الطرف ديال الحديد ديال لاسينوكسي دابل، اون فوالا صافي تهنيتي من المشكل، ما داك يعني داك الماء راه ما باقيش يشد ليك تما، وغتغسل وتعاود وتغسل وتعاود، ما باقيش يشد ليك الماء. غادي نلاحظوا، نعطيو الاخوان نعطيكم نلاحظوا واحد معايا واحد، انا غادي ندير واحد العمليه قدامكم وغادي تشوفوا. اذا غادي تلاحظوا الاخوان هذا وجه،
اسي انوكسيدابل فوالا. ده كيشد كيشد فيه كيشد فيه كيشد فيه سميتو كيشد فيه كيشد فيه الهند الهند شد فيه فوالا مزيان. غادي تلاحظوا دابا هذا الوجه هذا انا ضرب فيه البوليساج الماء ما غايشدش فيه فوالا. لاحظوا معايا غايولي بحال الزئبق فوالا. شتي لاحظتي واحد القضيه؟ ها درنا الماء الماء مشى بحال الشكل ديال الزئبق. اذا هذاك البرودوي اللي دوزناه صافي ما بقاش الماء غادي يدخل الحديد فوالا. اذا اخوان راه كل ما تحك داك الاينوكس يعني الحديد هو مبولي كل ما تحك كل ما دار له هاد البات هادي كل ما كي يعني كيمشي مده طويله ولا ما تيدير فيه لا بي دي تي لا والو. اذا الشركات لهاد لا سي انوكسيدابل رخيص اضطروا انهم تيستعملوا هاد لاكسيس انوكسيدابل كيطيح رخيص شويه او ميم طون يعني لي بياس ولا كذا كدوز واحد لادوير ولوح عاوتاني بدون ماندي على الجديد. والانسان راه ما عارفش هاد المساله هادي. بون حنا وريها لنا الاخوان وكتبوا لنا في التعليق واش هاد الشيء يعني واش كاينه الاستفاده واش عملوا هاد التجربه ان شاء الله تعالى وكتبوا لنا في التعليق واش هاد يعني واش هاد العمليه يعني قابضه او لا.